بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي الهاشمي الأمين، شيل محمد المحارم، الرئيس الموقر، أصحاب السعادة والزملاء والزميلات المحترمون، دولة رئيس الوزراء الأفخم الدكتور بشر الخصاونة وفريقه الوزاري المحترمون، كلمتي هذه من خلال الرئاسة الجليلة. نثمن عاليا وبكل فخر واعتزاز موقف قيادتنا الهاشمية جلالة الملك عبد الله تجاه أهلنا في فلسطين، وخصوصا ما يحدث من إجرام بحق أهلنا في غزة. فلقد كان موقف جلالة الملك الوحيد والأوحد عربيا وعالميا واضحا وضوح الشمس بالقول والفعل، فقال جلالته: لا سلام ولا أمان ولا استقرار دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما نثمن موقف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة سلمى على وقوفهم المشرف لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية للأهل في غزة. سعادة الرئيس، الزملاء، الزميلات المحترمون، أقف اليوم حائر الموقف والكلمة لمناقشة الموازنة العامة لعام 2024، والتي جاءت خالية الوفاض من أي مؤشر تفاؤل نحو مستقبل جميل، الذي ما زال تائها بين زقق المديونية المرتفعة وخدمة الدين العام المتزايد والعجز المادي والمعنوي الكبير، وبين نسبة نمو خجولة وارتفاع نسب البطالة واتساع رقعة الفقر والعوز. سعادة الرئيس، لقد خرجنا من عمق الزجاجة القديمة إلى عمق زجاجة أكبر اتساعاً من أجل جباية أكثر من جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ومرمرنا المر قد مر إلى مر أكثر مرارة، حتى أن أغلبنا لم يعد يستطيع تعليم أبنائه في الجامعات وحرمانهم من المنح والقروض، إلى مر فاتورة الكهرباء التي أصبحت تستنزف بلا رحمة ولا شفقة ما تبقى من رواتب أهلنا في الأغوار، وخصوصا في فصل الصيف. فهناك بيوت يا دولة الرئيس ما زال مقطوع عنها الكهرباء منذ أسابيع لا بل أشهر. أترك الأمر إلى صاحب الأمر. سعادة الرئيس، الزملاء والزملاء المحترمون، أتوجه بالشكر إلى دولة رئيس الوزراء الذي ما بخل بزياراته إلى وادي الأردن، سلة الغذاء الأردني، والجلوس مع أهلي وإخوانه المزارعين. كما أشكر دولته على ما اتخذه من قرارات جريئة لصالح إخوانه المزارعين، وذلك لدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم وشطب قرض عاصفة التنين وفوائد القروض. وهذه القرارات انعكست بشكل إيجابي على المزارعين في وادي الأردن، فأصبحوا اليوم غير مطاردين من قبل القضاء ويمارسون حياتهم وأعمالهم بحرية. كما أشكر دولة رئيس الوزراء الذي شعر مع أبنائه من أطفال لوادي رعلة وعمل مسابح لهم يمارسون فيها هوايتهم في السباحة، والخوف عليهم من حرارة الشمس الحارقة في فصل الصيف، وحماية أرواحهم من الغرق في قناة الملك عبد الله. وهذا الشعور الأبوي ما هو إلا محط اعتزاز وتقدير لدى أهالي اللواء. سعادة الرئيس، الأخوة والأخوات الزملاء، أتوجه بالشكر أيضا إلى معالي وزير الصحة المحترم الذي عمل بكل جد وإخلاص حيث عمل معاليه، وأنجز على توسعة مستشفى الأميرة إيمان معدي وإضافة أقسام جديدة وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وتوفير كافة الاختصاصات، حيث لم نعد نعاني من الركض والتوسل لتوفير الأسرة لأبنائنا وكبارنا في المستشفيات الأخرى، حيث الواقع الصحي في لوادي رعلة يا دولة الرئيس من أفضل ما يكون، وعزز من ذلك بإيجاد مراكز صحية شاملة تعمل 24 ساعة، وخير مثال مركز صحي طوال الجنوب الشامل
الذي أصبح مركز صحي شبه أولي وسحب المعدات والأجهزة الطبية منه، وكذلك مركز صحي طوال الشمالي الذي استغرق العمل على صيانته 6 سنوات ولغاية الآن مقفل، وكذلك المركز الصحي الذي يقع في حي الربايعة وهو من أكبر المراكز الصحية في المحافظة من حيث المساحة وحيث صمم بطريقة هندسية رائعة ولغاية الآن لم يتم فتحه يا دولة الرئيس، وكذلك مركز صحي ضرار الذي تم تطويره وتوسعته ويعتبر مستشفى من حيث المساحة ولم يتم الاستفادة منه وتحويله إلى مركز صحي شامل يخدم المواطنين في اللواء. أشكر معالي وزير العمل الذي عمل على توفير فرص العمل لأبنائنا في الأغوار حيث لم يعد لدينا البطالة بين صفوف الشباب. أشكر معالي الأخ المحترم وزير الزراعة الذي قام بإنشاء 12 مصنعاً لخدمة القطاع الزراعي في مناطق متعددة من بقاع هذا الوطن العزيز، ولكنه تناسى بأن وادي الأردن هو سلة الغذاء الأردني فلم يحظى ولو بمصنع صغير لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين هناك. إنني أين نحن من إرادة جلالة الملك بأن يكون الأردن مركز إقليميا للأمن الغذائي؟ وهنا لا بد من توجيه الشكر الحقيقي والصادق إلى معالي وزير الأشغال السابق المهندس يحيى الكسبي الذي عمل وتابع على أنجاز طريق العارضة منذ البداية ووضعها على طريق الإنجاز. سعادة الرئيس الموقر، إنني أطالب الحكومة على اتخاذ، ويريد دولة الرئيس إنه يترك التلفون ويأخذ هذه المطالب لأنها مهمة لمصلحة الوطن. لمصلحة الوطن. معاك يا أبو. إنني أطالب الحكومة على اتخاذ قرار سريع وجاد لتوزيع النمر السكنية على المواطنين في لوادي العلة، وذلك لحماية البقعة الزراعية من الزحف العمراني السريع والكبير في مختلف مناطق وادي الأردن بشكل عام. كما أطالب الحكومة العمل على تغيير صفة الاستعمال للأراضي الزراعية المحاذية للشارع العام وبعمق 30 إلى 40 متر إلى تجاري، وذلك لإنشاء المشاريع التجارية وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة للتقليل من نسب البطالة المتزايدة. كما أطالب الحكومة السماح بإيصال خدمات الكهرباء والمياه إلى المنازل المقامة على الأراضي الزراعية والأراضي التابعة لسلطة وادي الأردن والذي قام بالبناء عليها المواطنون، وذلك بتخفيض سعر المتر إلى ربع دينار ليتمكن المواطنين من الترخيص، حيث أن الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي الصعب يحول من أن يتمكن المواطنين في اللواء الحصول على التراخيص لارتفاع أسعار المتر الواحد إذا زادت النمرة السكنية عن 250 متر. أطالب بتحويل وادي الأردن إلى إقليم زراعي. وأخيراً وليس آخراً، أسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن الأردني الغالي عزيزاً شامخاً آمناً مستقراً، وحفظ الله مليكنا المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، وحفظ الله شعبنا الأردني الأبي، وعاشت فلسطين حرة عربية من النهر والبحر، والسلام عليكم. الله يعطيك العافية.